واش في اخباركم باللي ناس عايشين معانا عندهم الجرأة يقصدوا نقطة وسط البحر؟ أي كيف ما سمعتوا، راه ما كندويش على مهاجرين قاصدين قارة كبيرة، راه كنقصد حراقة قاصدين جزر الكناري. ملي كنقول جزيرة راه كنعني يابسة اللي المساحة ديالها ما كتعداش 100 كيلو، كيوصلوا ليها يوميا أكثر من 4 ديال القوارب الموت، كل واحد فيهم على الأقل فيه 200 واحد، عائلات دراري صغار وجميع الأعمار والأجناس. الأغلبية ديال هاد المهاجرين جايين من غينيا، السنغال، نيجيريا وبزاف ديال الدول الإفريقية، بلا ما نساو عرب من تونس، الجزائر وحتى من المغرب. وافضل بوابه لهاد الطريق هادي هي المغرب، والرحله ديال هاد الحراقه كتبدا من الاقاليم الصحراويه اولا من الجنوب كامل ديال المغرب. سولوا الناس اللي جربات اولا حاولات تجرب هاد الطريق اللي العنوان ديالها هي لا فيا لام. المشكل ان هاد الناس كيقطعوا مسافات وتكرفيس مع مافيات ديال الهجر، ناس كتعتبر البشر في ديك اللحظه كسلعه طالع وسط من البوطي كيف ما كيسميوه خوتنا الجزائريين. على الاقل كل واحد فيهم باش يسمحوا ليه يركب في الفلوكه خاص يكون خلص القليله 30000 درهم مغربيه، فلوس كتحط على وجهه مجهوله ممكن يلقاو ممكن يتيه وسط من الزروقية ديال البحر. سولوا الناس اللي شدوا هاد الطريق على الخرجة في الظلام وسط من الماء كيف دايره، سولوهم على الحوت اللي داز من تحت منه وحاول يقلبهم وهو ما قاصدش، سولوهم على اشنو تخيلوا في الظلام كل واحد وشنو تهيئ ليه. هل اللي شاف بنادم كيتمشى فوق الماء، هل اللي شاف مراكبة معاه في الفلوكة، هل اللي تخيل شي حويج ما عرفهاش واش من الجن اولا من الانس. عاد زيد الناس اللي كتعاني من الدوخة وسط من الماء كيف ما كنسميو حنايا كيشدهم القرب، بكثرة ما كتقهرهم الطريق كيوليو حاجاكم غير كيردوا وشادهم السخانة. في ديك اللحظة كيولي الهم الوحيد ديالهم هي يوصلوا لشي يابسه اولا تساق لهم الاخبار لامارين، من طبيعه الحال ماشي ديال المغرب ولكن ديال الدوله اللي تابعه لها هذيك الجزيره. المده ديال هذه الرحله في الغالب كتكون 72 ساعه من المغرب، اما اذا كانت من شي دوله افريقيه ثانيه فهاد المده كطوال وعلى الاقل خاصهم 6 ايام. المشكل ان هاد الناس ملي كيركبوا في الفلوكه كيكونوا هازين معاهم الماكله غير ديال 6 ايام، ولكن الصدمه هي ملي كتقاد لهم الماكله وكيوليو كيموتوا غير بالجوع وممكن تنوض مضاربات وسط من الفلوكه، الحاجه اللي ممكن تسبب في القليب ديالها وسط من الماء. ولكن الصدمه هي ملي كتخسر لهم البوصله اللي كتعاونهم في الطريق باش يلقاو الجزيره فين جات، بالاخص ملي كيسكت لهم الموتور وكيقول للشيفور انت اللي ديماري اما انا والله لا خدمت. الكارثه الكبيره هي ملي كيسالي لهم ليسونس اللي في هذيك اللحظه كيكون اهم من الماء، حيت بلا بيه غادي يبقاو تحت من الزروقيه ديال السماء والبحر بلا حنين بلا رحيم. كاين منكم اللي غادي يقول باللي الطريق ديال تركيا اصعب بكثير من الطريق ديال جزر الكناري. الاخوان في كلتا الحالات اكفس قرار ممكن ياخذه الواحد هي يلوح راسه للتهلوكه سواء اختار البر او البحر. الى حطينا الرحال في افريقيا كنلقاو 3 من 10 ديال الشباب الى سولتيهم كتلقاهم كيفكروا في الهجره، وهذا الشيء كيعني ان الطالب على هذا الطريق اللي ما عنده حتى شي عنوان كثير وغادي كل عام في تزايد، لدرجه ان في احصائيه 2019 عدد المهاجرين اللي وصلوا لهاد الجزر الكناري قرب ل 32000 شخص فيهم وليدات صغار وكبار. لنفترض ان شي واحد من هاد الحراقه صدقات ليه وصل لوحده من هاد الجزيرات، الصدمه الكبيره هي ملي كيرفضوا ليه الاقامه ديالو، بالاخص ملي كيكون طالب اللجوء السياسي بحجه بلادك امنه ما فيها لا حرب لا والو، فعلاش جاي لعندنا؟ وعلاش قصدتي جزيره اللي صغيره؟ الخدمه فيها قليله وحتى الفرص اللي كاينه في اوروبا ما كايناش فيها، والحاجه اللي كيعانيو منها هاد الناس ان عائلاتهم ملي كيسيقوا الاخبار باللي وصلوا لهاد الجزر كيحسب لهم باللي صافي داروا الفلوس وكيوليو يطلبوا منهم باش يصيفطوا لهم. والمشكل ان هاد الاقامه ملي كترفض لهم السيد ما كيبقاش لاقي حتى خدمه فين يخدم، ما كيبقاش قادر يخلص حتى الكرا ديالو، ولكن عائلته كيقولوا باللي هو في اوروبا يعني داير الفلوس، والسبب ديالو انه ما عارفينش الوضعيه الحقيقيه اللي كيعيش فيها. اما بالنسبه للناس اللي كيوصلوا لهاد الجزيره وكيديموا الامانه امانته، الا عنده الزهر وعرفوه منين جا راه كيرجعوه لبلاده عند عائلته، وفي حاله ما قدروش يعرفوا الاصل ديالو وبغاو يديروا معاه المزيان راه كيتكلفوا ليه بالتكاليف ديال الدفن، واخا هاد التكاليف غاليه بزاف. ودابا في نظركم الثمن ديال الدفن واش كيوصل ل 10000 درهم او لا 15000 درهم او لا ممكن يفوت 20000 درهم؟ خلي لنا الراي ديالك في التعليقات، دير لايك وبارطاجي مع اصحاب، دير متابعه للصفحه ومرحبا بك في العائله ديالنا. كان معكم محسن، هذا مكان تهلاو.